قول له اتمنى اكون مكانك وانت مكاني. بس اتمنى تكون مكاني هو مكاني وهو مكاني. اتمنى اموت انا وهو عايش تاني. من قبل ما احدثك عن والدي يعني شكر الله سعيكم شكر الله سعيكم ومعلش انا اسف يعني على نبره الصوت. حضرتك والدي من الرجال اللي افتخر ان انا يعني ابن واحد من احسن الناس خلقا في البلد. الناس اللي بصراحه يعني اكيد حضرتك وشفت الفيديو اللي كان منشور للجنازه وشفت حضرتك الكلام اللي حضرتك قالته الناس في البلد. فافتخر بحاجه زي كده وشرف ليا طول عمري ان انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يثبتني واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يجمعني به على خير. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يسرني على خطه المستقيم وان اكون عند حسن ظن كل من ظن به خيرا. الحمد لله يعني على كل حال. الحمد لله. والدي اساسا مهنته الاساسيه قبل ما يكون مدرس اساسا في التربيه والتعليم والدي اساسا صنايعي بنا مش كعامل بنا. صنايعي بنا تمام. والدي اساسا اشتغل وهو عنده 11 سنه مش 14 كمان ايام ما كان كمان يعني اللي قبل ما تطلع الحجاره ويطلع الرمله والاسمنت والكلام ده كله. والدي درس دبلوم معلمين تمام قسم المنشآت المعماريه وكان بيرسم بيوت وبيرسم مخططات وكان بيمارس عمله قبل التربيه والتعليم طبيعي جدا لحد ما توظف في التربيه والتعليم. اشتغل في العطلات الرسميه والاجازات الرسميه فقط لا غير. ويعني هو شخص الحمد لله يعني عمره ما اتجه للدروس الخصوصيه ولا الكلام ده كله ولا حب اساسا في حياته فكره الدروس الخصوصيه ان هو يديها تمام. بس معلش يعني الموضوع زياده عن حده كتير يعني اللي هو كعامل بنا مش موجوده. شخص عاش 44 سنه شغال في الكون يتقال عليه كعامل بنا. بيشتغل 24 سنه 44 سنه 44 سنه. والدي حضرتك متوفي عن عمر 55 سنه تمام. بيشتغل في مهنه البناء وهو عنده 11 سنه او 12 سنه كمان يعني عايز 44 سنه بالظبط شغال بنا.